بنتكلم على اول نظام. طبعا الانظمه هتلاقي في حاجات كتيره شبه بعض في الانظمه. لو دخلت على نظام الفاير الارم سيستم او نظام بيسموه الانذار المبكر للحريق، نظام الانذار المبكر للحريق، هتلاقي احنا قلنا اي مشروع يبقى فيه بند الحريق مثلا 16720 ولا 721، ده بتروح تبص في ثلاث مستندات، البيل اوف كوانتيتي وده فيه كميات الخاصه بالايتمز الخاصه بانظام الحريق، بعد كده بتشوف المواصفات الفنيه، وبعد كده بترجع للمخططات الخاصه بانذار الحريق. احنا خلاص عرفنا الثلاث مستندات، هنقعد في كل نظام نقول المفروض لازم نبص جداول الكميات، نبص في المخططات، نبص في المواصفات الفنيه. طبعا الشرح هيفيدك في الثلاث عناصر، ان انت تبدا تعرف المكونات اللي كانت مكتوبه، يعني ايه حساس سموك خاص بالسموك، يعني ايه حساس خاص بالحراره اللي انت كنت بتقول والله هناك في هيد ديتكتور مثلا في العدد 15 حبه هيد ديتكتور، 20 حبه سموك ديتكتور، حبة واحدة لوحة التحكم الرئيسية، في ريبيتر، في مش عارف كذا، الكلام ده كله موجود عناوين ليه في جداول الكميات، وهتلاقي مواصفة تفصيلية لكل عنصر تمام داخل التكنيكال سبيسيفيكيشن المواصفات الفنية. والمفروض بعد كده ترجع تبص على المخطط بحيث تعمل حصر ومقارنة بين الكميات اللي موجودة في جداول الكميات واللي موجود على الواقع في التصميم بتاعك. فاحنا خلينا نبدأ، لو انت رجعت ليه انا مش هصغر السلايد دلوقتي، لو انت رجعت للمواصفات الفنيه تكنيكال سبيسيفيكيشن، هتلاقي اول حاجه هنعرفها ايه هي القوانين او القواعد اللي بتحكمني بعمليات التصميم الخاصه بهذا النظام. يعني لو اشتغلت على فاير الارم سيستم او نظام انذار الحريق، في ناس بتسميه نظام الانذار المبكر، نظام الانذار المبكر ليه مبكر؟ لان انا يا شباب مهم جدا اقدر اعمل ديتكشن او بريدكشن بيسموها تنبؤ بالحريق. يعني انا عايز احط ديتكتور اول ما يشم ريحه حريق او يلاقي ارتفاع في درجات الحراره يعمل لي الارم عشان الحق انقذ الناس، لانه لو كان بيعمل لي فويس صوت او ساوند او بيعمل لي ستروب لايت حاجه بتطلع نور كده والحريقه خلاص الدنيا اشتغلت وشعللت خلاص النار، فانا هلاقي نفسي كده انا ما استفدتش. انا عايز اعمل انذار مبكر، يعني الحساس ده اول ما يشم، وهنشوف الحساسات وتصنيفاتها. المفروض هنشوف دلوقتي احنا عايزين نحس حراره، عايزين نحس مثلا موك دخان، عايزين نحس ايه بالظبط، هيختلف نوع الديتكتور بتاعه. عايز اقول حاجه مهمه جدا قبل ما ادخل في الانظمه، الانظمه هتبقى عباره عن ثلاث مراحل. لو انت فاكر زمان في الكمبيوتر قال لك الكمبيوتر ده عباره برضو عن ثلاث مراحل رئيسيه، الثلاث مراحل الرئيسيه دول عايزك تحفظهم، هنقولهم في كل الانظمه الخاصه بالدوكر. اول حاجه هنسميها الانبوت او الانبوت، الانبوت يونت فيها تي اس، وحدات الادخال بالعربي. يبقى انا لازم عشان اعمل نظام لازم يكون عندي انبوت يونت وحدات ادخال. يعني مثلا في نظام انذار الحريق بتبقى الحساسه حساسات دخان، حساسات حريق، هنشوف دلوقتي حاجه بيركبوها في الدكت بتاع التكييف تمام بيسموها دكت ديتكتور، ده كل نوع من انواع الحساسات، الحساسات دي بنسميها وحدات الادخال. يبقى في انا عامل عينين ليا حاططها في المشروع عشان تبدا تديتكت حاجه معينه. يبقى الانبوت يونت عباره عن وحدات الادخال اللي هتدخل لي بيانات خاصه بنقط معينه انا عاملها في المشروع. يعني انا عايز اشوف في الحته الفلانيه في دخان ولا لا، في حته ثانيه مثلا في المطبخ هو كده كده في دخان، بس انا عايز اشوف لو المطبخ حصل فيه حريق فهيسبب ارتفاع درجه الحراره. طب انا لو عايز اشوف المواقف مثلا هلاقي نسبه ثاني اكسيد الكربون او اول اكسيد الكربون، يبقى احط حساس يشم ريحه الكربون. يبقى انا هتختلف وحدات الادخال عندي بناء على الحاجه اللي انا عايز احط السنسور بتاعي او الديتكتور بتاعي ازاي. يبقى كلمه سنسور حساس او ديتكتور برضو حساس هي عباره عن وحدات ادخال، الثلاث حاجات دول هقولهم في كل انظمه. طيب وحدات الادخال دي في ناس كانت تقول لك انبوت يونت وبعدها على طول تكتب اوتبوت يونتس، غلط. انا بسميهم رقم واحد بترتيب انبوت يونت، رقم اتنين البروسيسنج يونت. يعني ايه بروسيسنج يونت؟ يونت واحده كمان مش يونت، يونت بروسيسنج يونت يعني وحده المعالجه، دي بتبقى هنا في نظام انذار الحريق اللي هي اللوحه، لوحه انذار الحريق هي البروسيسنج يونت، زي في الكمبيوتر كده وحدات الادخال هي الكيبورد والماوس والكلام ده والماي، دي انبوت يونت. طب ده كله بيروح فين؟ بيروح على البروسيسور اللي هو المعالج، بيتم معالجه الاشارات دي وبتطلع بعد كده تمام بيشوفها اليوزر على هيئه اوتبوت ايه؟ اوتبوت يونت، وفيها اس برضو اوتبوت يونت يعني وحدات اخراج، زي انت بتشوف البيانات في الكمبيوتر على طابعه او بتشوفها على
على الشاشه تمام. لو انا مثلا عندي ساوند سيستم نظام صوت، هتلاقي بروسيسنج يونت اللي هي وحده معالجه الصوت الرئيسيه، وبعد كده هتلاقي وحدات ادخال اللي هي المايكات، وهتلاقي الاوتبوت يونت اللي هي السماعات. يبقى انت لو حد سالك اي نظام لو كرنت بيتكون من ايه، هتقول له يتكون من ثلاث مراحل، ونركز مع بعض: الانبوت يونت تمام، وحدات الادخال، رقم 2 البروسيسنج يونت من غير اس اللي هي وحده المعالجه تمام، بعد كده الاوتبوت يونت اللي هي وحدات الاخراج. فاحنا لو بصينا هنا هنشوف الثلاث مراحل في كل الانظمه. اول حاجه لازم يبقى في قوانين بتحكم عمليات التصميم. يعني واحد يقول لك انا هحط سموك ديتكتور مثلا في غرفه، مثلا الطول بتاع الغرفه 3 في 4، يعني طول الغرفه مثلا 4 متر والعرض بتاعها 3، احط كام ديتكتور؟ ديتكتور واحد ولا 2؟ واسيب مسافه كام بين الديتكتور والتاني؟ فراح قال لك والله في عندنا تمام اكواد عالميه تمام بتحكم عمليات التصميم. اول كود ده طبعا هحط لك البي دي اف بتاعه تمام على الجروب، اللي هو بيسموه NFPA 72، اللي هو ايه؟ الناشونال فاير بروتكشن اسوسيشن. ده اللي احنا شغالين بيه في المشاريع الكبيره بتاعتنا. كل المشاريع بتاعتنا هتلاقي، هنرجع للملف الوورد بتاع الفاير الارم، لازم تلاقي المقياس اللي انت شغال بتصمم عليه. المقياس ببساطه زي ما انا شارح الكلام ده تحت، بيحدده حسب بقى المشروع بتاعك. يعني انا مثلا لو بعمل زي ما قال تحت كده فندق مثلا 5 نجوم، يبقى لازم استخدم ستاندرد عالي او استخدم كود عالي بيحكم لي المسافات بين الديتكتور والتاني وانواع الديتكتورز والكلام ده. يبقى انا لو هعمل ترخيص للفندق ده 5 نجوم، غير لما اعمل ترخيص لفندق نجمه واحده مثلا ولا 2 ولا 3، او لو انا هعمل فندق 7 نجوم، يبقى في مواصفات وفي شروط لازم احققها عشان اخد ترخيص ان الفندق ده يبقى 5 نجوم، يعني فور اكزامبل. يعني فالاختلافات بين الستاندرد، كل واحد بيبقى فيه عنده 5 6 ستاندرد تمام. ال5 6 ستاندرد دول انا ممكن امشي على اي واحد، في واحد الكود البريطاني، وفي كود الامريكي، وفي الكود الانجليزي، وفي الكود مش عارف. ممكن كل بلد تعمل كود. زي هنا مثلا انا لما اجي اتكلم على انذار الحريق، انا مهم جدا التزم بالاكواد، بس لازم التزم بكود الدفاع المدني في البلد. وغالبا اي بلد بتبقى ايه واخده مثلا من الكود الامريكي، الكود اللي مش عارف الفرنسي، الانجليزي وهكذا، او هي واخده كوكتيل من الاكواد دي عاملاها بما يتطابق مع مواصفاتها هي. يبقى انا لازم عشان اشتغل في اي نظام من انظمه اللو كارنت، لازم اشوف ايه الكود اللي انا هتعامل معاه. فاول كود واهم كود احنا كلنا بنشتغل بيه بيسموه ال NFPA 72. احفظ معاه يا باشمهندس ورا NFPA 72، NFPA دي اختصارت ناشونال فاير بروتكشن اسوسيشن، وده زي ما انت شايف ده عباره عن مقياس امريكي بقدر تمام اقيس بيه ايه هي البارامترز في التصميم. وده عبارة عن أعلى المقاييس لنظام إنذار الحريق، وامتيازه بيديني شهادة يا شباب مهمة جدا، هتلاقيها مكتوبة على معظم الكابلات أو مكتوبة على الأنظمة العالية شوية، بيسموها UL. حتى الناس بره في السوق يقول لك هل ده البند اللي أنت بتشتغل عليه UL listed ولا not UL listed، يعني هل هو معتمد من معمل في أمريكا اسمه Underwriter Laboratory. يبقى كلمة الكابل لما تبص على الكابل أو تبص على ديفايس معين موجود في أي نظام من أنظمة اللو كارنت أو في الأنظمة العادية تمام، ومكتوب عليه UL listed، ده معناه ان هو عدى على اختبارات في معمل بيسموه الاندر رايتر لابوراتوري، ده معتبر في امريكا، ده بيقيس الكواليتي الخاصه بهذا البرودكت. كده زي هيئه المقاييس اللي موجوده هنا في السعوديه بتدي لك كفاءه وجوده المكون الفلاني ده. ففي معمل بيسموه اندر رايتر لابوراتوري، وبالتالي انت لازم تبقى حافظ كلمه مهمه جدا في الشغل بتاعنا: هل الديفايس ده يو ال ليستد ولا مش يو ال ليستد؟ هل هو يو ال ليستد يبقى اندر رايتر لابوراتوري عدى عليه او عدى هذا المكون على هذا الاختبار، وده اختبارات المقاييس العالميه او المقياس الامريكي اللي هو بيسموه ال NFPA 72. يبقى انت لو في حاجه مكتوب عليها يو ال ليستد، ده معناها ان البرودكت ده برودكت قوي وعدى على اختبارات. البرودكت او الستاندرد الثاني اللي هو البريتش ستاندرد، واحفظ الرقم ده في الفايل، اللي هو المفروض انت دلوقتي تدخل على النت وتكتب انا الحاجات دي مجهزها لك بدي افات هرفعها على الجروب بتاع الواتس. انا لو كتبت PS 5839، ده عباره عن الستاندرد الخاص بالفاير الارم، ده مقياس انجليزي تمام، والمقياس ده بيسموه LBCB اللي هو لوز بريفنتيشن سيرتيفيكيشن بورد، ده عباره عن اختبار برضه نفس القصه زي ما الامريكان بيدوا اليو ال ليستد، الناس اللي هم الاوروبيين بيدوا ال بي سي بي، دي برضه عن عباره عن شهاده اختبار بتحقق امتياز هذا البرودكت لمين؟ للمقياس اللي اسمه البريت ستاندرد او البي اس 58. طبعا الرقم بيختلف حسب الحاجه اللي انت بتعمل عليها التست، يعني ممكن الكاميرات المراقبه تلاقي بي اس مش عارف رقم كذا، الفاير الارم كذا، الكنترول وهكذا. طبعا في الالماني اللي هو البي دي اس، اللي هو ده عباره عن
قياس الماني ده خاص برضو بانذار الحريق، بس احنا هنا غالبا يعني بنشتغل السعوديه بالان بي 72. واهم شرط عايز تركز عليه ان في حاله فاير الارم او انذار الحريق لازم الاكواد دي ما تتعارضش مع كود الدفاع المدني الموجود في البلد، ده اهم حاجه. يبقى انت لازم تبقى عارف كود الدفاع المدني موجود في البلد، وبقولها لك اهي خلاصه، كود الدفاع المدني هنا في السعوديه بينطبق على الان بي 72 اكتر من البريتش ستاندرد. طبعا واحد يقول لك طب الكود ده، الكود ده كتاب كبير جدا، هتلاقيه 2000 ورقه مثلا، هتلاقيه شارح يعني هو اكتر من السبيك، ومعظم العناصر اللي انت شفتها في 20 صفحه متاخده من السبيك دي متاخده من الاكواد، يعني هو الراجل راح جاب من الكود وحط المواصفات بحيث يقول لك والله انت احنا لو في ايتم انا نسيت احطه في المواصفات الفنيه للمشروع انا مرتبط بالان اف بي اي 72 وده هو الكود اللي هيحكمني انا وانت. يعني انا افرض ما حطيتلكش المواسير اللي هتركب جواها اسلاك الفاير الارم، نسيت احطها في المواصفه، يبقى انت لازم ترجع لمواصفه المواسير اللي هتحط جواها الكابلات، تمام، في الكود الامريكي، تمام، اللي هو الناشونال فاير بروتكشن اسوسيشن، وتشوف ايه المواصفه اللي هو المفروض اطبقها على المواسير دي. لو انا نسيت اي ايتم او لو انا حصل اختلاف بيني انا كاونر او كاستشاري وبيني وبين المقاول في عمليات التنفيذ، المرجع بتاعنا الكود حسب بقى اللي مكتوب في المواصفه. ولذلك مهم جدا لازم اي حد بيكتب مواصفات فنيه لازم يكتب الجزء الخاص بالستاندرد والكود. في حاجات يقول لك لا والله في السوق يقول لك ده ايه اصول صنعه، اصول صنعه لازم يوصل مش عارف كذا بالوضع الفلاني، يتوصل في مواسير كذا، المواسير دي ما يبقاش مليانه اسلاك، تبقى 40% منها مليان سلك والباقي 60% فاضي. الكلام ده في ناس ما بتكتبوش في السبيك. طب لما يجي يختلف المقاول مع الاستشاري او المالك نروح لمين؟ نروح للكود. يبقى الفيصل بيني وبينك الستاندرد والكود.